يحل المنتخب الوطني اليوم ضيفا على نظيره السنغالي في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022، ويدخل منتخب الفراعنة اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف، ليصبح المنتخب الوطني مطالبا بتحقيق إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أسود الترانجا، وذلك للتأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي. على قلب رجل واحد يصطف المصريون خلف منتخبهم الوطني في مواجهته الحاسمة أمام نظيره السنغالي بدكار لخطف بطاقة العبور لنسخة كأس العالم 2022. نتمنى الفوز لمنتخبنا طبعا، عشان حاجة دي حاجة بتفرحنا كلنا وبتسعدنا، يعني بتسعد الشعب كله من بجميع أطيافه وفئاته. تركيز، وأي حد يلعب مهم نلعب برجولة ويفرحونا النهارده ان شاء الله. مصر باذن الله، مصر ان شاء الله شرفنا باذن الله وتفوز باذن الله تعالى. ان شاء الله نتعادل 0-0 ونصعد كاس العالم ان شاء الله. هبقول المنتخب شدوا حيلكم، انتوا رجاله وقدها، وزي ما هم خدوا منا البطوله احنا هنصعد كاس العالم وهنبقى احسن منهم، وربنا يوفقهم النهارده ان شاء الله يا رب، والناس كلها بتدعي لهم يعني ان هم يوفقهم ويكسبوا النهارده عشان يفرح الملايين دي كلها. انت رايح اعصابك مرتاحه عنه، انت راجل غالب 1-0 هنا، هم طبعا عايزين هناك يتعادلوا، احنا المفروض ان احنا نروح نضغط، حطينا جول خلصناه. اتوقع المباراه النهارده انها تخلص 3-1، ومحمد صلاح ان شاء الله يعني هيجيب هدفين، وعمر مرموش ان شاء الله جول. منتخب الفراعنه يدخل اللقاء متسلحا بافضليه فوزه في لقاء الذهاب الذي احتضنه استاد القاهره بهدف دون رد، ليكون مطالبا بتحقيق الفوز او التعادل باي نتيجه او الخساره بفارق هدف مع هز شباك نظيره السنغالي للتاهل. وقبل لقاء العوده تصب المواجهات التاريخيه بين المنتخبين في مصلحه المصريين، حيث التقى المنتخبان من قبل في 15 مباراه، فاز المصريون في 8 مباريات منها مقابل 5 انتصارات للسنغال، فيما كان التعادل عنوان مواجهتين. قائمة الفراعنة تشهد غياب الثنائي محمد عبد المنعم للإصابة ومحمود حمدي الونش بسبب تراكم البطاقات الصفراء. حالة من التفاؤل تسود الجماهير وآمال معلقة لتأهل المنتخب ومشاركته في مونديال قطر 2022، وذلك للمرة الثانية على التوالي.